ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، ده تشريح الباترون زي ما اتفقنا ان احنا نعمل قسم تشريح الباترون او اي تصميم احنا هنشوفه. تمام، التصميم ده اتبعت لي. تصميم ده كب اولا، بس مش كب يعني حدوده دوران الصدر بس، لا ده كمان ماخد من عند الابط يعني 3 ارباع كده ايه لفوق، وده هنشرحه طبعا احنا بنعمل الباترون. بصوا مش مبين خالص حاجة من اتجاه دوران الصدر خالص، بصوا بعيده من قريب. طيب دلوقتي برضو عندنا الفستان، الجيبة بتاعة الفستان ده هي نفس نوع القماش طبعا، بس معمول لها كسرات تدريجية. بصوا ازاي معمولة يا جماعة، معمولة كسرات مش كولونات، تفرق دي عندي. تمام، كسرات كده ورا بعض ورا بعض. تمام، ومن اتجاه التاني ده معمول فيها زي كم، بس معمول بديل مش كم هو، بس معمول زي ديل كده ايه بس من الجنب. تمام، نشوفه بس كده طوله. بص معمول ازاي، هو ده الديل لدرجة انه اطول من القماش. هنعمله ان شاء الله النهاردة التصميم ده بس 44. طيب نشوف احنا عملناه ازاي. ثانية واحدة بس يا جماعة، شوفوا ثانية فين التصميم اللي احنا عملناه، اهو اهو هو ده التصميم اللي احنا عملناه. تمام، هنا قصير الديل بتاعه، هنا الديل بتاعه طويل. تمام، وهو نفس التصميم اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني مع التصميم بتاعنا بطريقة سهلة اوي اوي بسيطة. بصوا يا جماعة، التصميم عبارة عن هنا ركبنا الديل اهو، بصوا تمام، وهنا الحتة دي زي بالظبط التصميم ما بيقول، والجزئية دي اطول من دوران الصدر عشان هي تبقى للكتف. تمام، وبعدين هنا الكم عادي جدا هيطلع. تمام، وهنا مش قفلناه كله، احنا قفلنا بس ايه الجزئية بتاعت الجزئية الاولى دي، ومن اول الجنب هنا كده. تمام، من اول الجنب. وبالنسبة للجيبة بتاعته اهي، هي دي اللي احنا هنعملها النهارده. طيب عايزه يبقى فيها كسر، كسر يا مريم، برضه هديك الطريقه اللي تخلي الجيبه دي يبقى فيها كسر وفي الاخر تنزل بنفس الشكل ده والكسر محطوطه فيه. تمام، طيب اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل واشتراك في القناه. بصوا يا جماعه، احنا هنقول دلوقتي مقاس 44 حريمي. تمام، هنقول مقاس 44 حريمي او محيط الصدر 202 على 4 تساوي 25 5 من 10. محيط الصدر 102 على 4 تساوي 25.5. محيط الوسط 82 على 4 تساوي 20.5. محيط الوسط 82 على 4 تساوي 25.5. بعدين محيط الأرداف اللي هو أكبر حجم هيبقى 107 على 4 يساوي 26. بصوا هنقربها شوية هتبقى 27 على طول. تمام، هتبقى 107 على 4 تبقى 27 على طول، ده اكبر حجم. طيب وبعدين عندنا طول الكتف 13.1، محيط الرقبة 40.4 على 5 تساوي 8 سنتي. محيط الرقبة 40.4 على 5 تساوي 8 سنتي. محيط الدراع 32.8، محيط الدراع مش هتحتاجيه هو ولا محيط السورة. طول الظهر بس اللي هتحتاجيه 41.5. طول الكتف هتحتاجيه هيبقى بالظبط، طول الكم هيبقى 60، طول الجنب هيبقى 20. تمام كده كده انا هكتب اصلا المقاسات برضو، بس اللي هو ايه حبيت اقولها لكم برضو ايه عشان خاطر هو طلب مني مقاس 44، مع اني عملته كتير قوي المقاس ده، بس هنعمله تاني برضو عادي. بصوا يا جماعه، التصميم سهل قوي قوي بسيط وفي منتهى السهوله يعني. ثانية واحدة، هنبتدي كده ونجيب أول أكبر حجم عندنا. احنا هنشتغل دلوقتي الجزئية اللي من فوق، ملناش دعوة باللي تحت خالص، اللي تحت دي هي الجيبة اللي احنا هنركبها. طيب الجزئية اللي فوق هتبقى أكبر حجم دوران الستر، أكبر حجم دوران الصدر عندنا اللي احنا قلنا عليه يبقى 25.5. تمام، بعدين هننزل طول الظهر. طول الظهر بنقسمه على نصين، ادي النص الأولاني اهو 10، وبعدين النص التاني. طول الظهر عندنا 41، ده مقاس كامل اللي انا بقوله واللي هفضل يعني هكمله لحد الاخر، ده مقاس 44 حريمي. تمام، طيب النقطة الأولى اللي احنا قسمنا بيها طول الظهر دي هتبقى نقطة دوران الصدر. نقطة دوران الصدر انا هرسم الباترون الأساسي عادي جدا، وبعدين اعمل عليه التعديل. بعدين هتبقى دوران الوسط اللي هو عندنا 82.4، 82 على 4 يساوي 20.5. 82 على 4 يساوي 20.5. تمام، بعدين ناخد دوران حدة الرقبة اللي هي عندنا 40.4 على 5 يساوي
8 سنتي. طيب بالنسبة للتصميم ده انا مش هعمل خلفية، انا هعمل بس الامامية زي الخلفية عشان نظبط عليها خط الكتف، ومن خط الكتف هنعمل التعديل بتاعنا. تمام، بعدين هننزل 3 سنتي. انا بديكي الباترون عادي جدا اهو، لو مشيتي ورايا في الخطوات دي هتعملي فستان بنفس الطريقة اللي انا عاملها دي، والطريقة كمان حلوة جدا. تمام، وبعدين هناخد طول الكتف عندنا في المقاس ده 13.1، 13.1. بعدين هنيجي هنا كده، بالنسبة للناس الجديدة معانا متستغربيش التصميم صغير لان انا مصغره، بشتغل بمقاسات مصغرة بس بقولك المقاسات الاساسية. طيب وبعدين بطلع هنا 6 سنتي اساسي، 6 سنتي اساسي اهو كده بطلعه، وبعدين بخش هنا 1 سنتي اساسي برضو، وبعدين بطلع كده خط. دي نعمل حردة الابط كده، انا عملت حردة الرقبة وعملت حردة الابط اهي. بعدين هوصل الوسط مع التصميم بتاعي كده، انا وصلت الوسط مع التصميم بتاعي. طيب التعديل بقى، احنا دايما بنعمل القبو من الجزئية دي من النقطة دي وبنعمل كده صح، يبقى احنا كده القبو بتاعنا وده دوران الوسط بتاعنا، دوران الصدر بتاعنا قصدي، وبنطلع عليه بعد كده ايه دوران الصدر بتاعنا الاساسي صح كده، احنا كده بنعمل القبو. لا المرة دي بقى احنا هنعمله من هنا، انا عايزين يا مريم نظبطها اكتر. انت دلوقتي عندك طول ده كله كام؟ عندك 9 سنتي، الطول ده كله 9 سنتي، تلتيه بقى هيجيلك بالظبط، انا عايزه تلته، فالتسعة سنتي هيديني بالظبط 3 سنتي. انا هشتغل على التلاته اللي هو اعلى من القب اللي انا عايزاه او القب اللي انا عامله. تمام، بنفس الشكل ده، قست انهي مقاس؟ قست ده، قست ده بالطول. تمام، وبعد ما قسته خدت 3 سنتي، تلت الرقم، يعني انا جالي الرقم 9 تلته، جالي 3. عايزاه يبقى قريب من حردة الرقبة اكتر، ممكن تشتغلي على دوران حردة الرقبة اساسا اهو، اشتغلي كده على دوران حردة الرقبة اهو. تمام، بنفس الطريقة اللي احنا شفناها في الفستان الاولي. طيب بعدين نقص بقى كده، نقص كده قصيت التصميم اهو، قصيت الباترون الاساسي بتاعي، لسه ما عملتش التعديل عليه. انا عايزه اعمل التعديل، الظهر والخلف يبقوا زي بعض بالظبط، ولا واحده فيما يبقى متقسم فيه تقسيم. تمام، فاحنا اتفقنا ان احنا هنشتغل من عند حرده الرقبه، لو انت مش حابه التلاتي هتشتغلي من نقطه حرده الرقبه بالنسبه للتصميم ده بالذات. هنيجي كده ونقص بنفس الشكل ده، يبقى انا شلت الكتف وشلت كمان دوران الرقبه. بصوا ادي التصميم اهو، بعد ما حذفت منه الكتف وبعد ما حذفت منه دوران الرقبه، وممكن كمان ما تعمليش منه حرده الابط، ممكن ما تعمليش، بس انا عملتها عشان اقدر اوريكي التصميم بعد كده هيبقى ازاي تقدري تظبطيه. بصوا اهو كده التصميم بتاعنا معانا عملناه. طيب عايزين بقى نعمل الجيبه اللي احنا قلنا عليها دي، هتبقى بطريقه جميله قوي وسهله قوي. بصوا بقى يا جماعه، هنجيب كده يعني انت مثلا عندك قماشه واحده، تمام عندك قماشه واحده، تطبقيها الاول على 2 وبعدين تطبقيها على مرة كمان من عند العرض. تمام، مش من الطول عشان خاطر انا عايزة ليها كسر، وبجيب التصميم او الباترون بتاعي بجيبه كده بنفس تانيته دي واجيبه وكده، تانية القماش بتاعي اهو على 4 مرات، ثانية واحدة نظبط بس الورق اهو، وتانية القماش بتاعي على 4 مرات، عايزة اعمل الجيبة اللي فيها كسر. بنيجي كده دلوقتي الجيبه اللي احنا شفناها دي فيها كسر، فانا عايزه ازود الاول دوران الوسط ده، دوران الوسط ده اصلا عندي 8، انا شغاله على 8 اهو. بصوا هنجيب المسطره كده ونقيس، هيبقى 8 سنتي بالظبط، يبقى احنا عايزين اكتر كمان من 8، فاحنا هنشتغل على، مش مهم تبقى طويله، المهم عندي ان انا اعمل الكسر اللي احنا اتفقنا عليه. هنشتغل، ممكن نشتغل على 14 سنتي. تمام، هنعمل كده على 14 سنتي بحيث ان هو هيبقى ايه، برضو هدي كسر من الجنب اليمين وهدي كسر من الجنب الشمال. تمام، طيب بعد ما عملت كده انا عايزه اطول بقى الجيبه، اخد طول الجيبه، اخده ازاي طول الجيبه ده بقى؟ انا عملت خط اهو ماليش دعوه بيه، عايزه اخد بقى طول الجيبه، طول الجيبه انا هشتغل على 20، ادي 20 اهي، وبعدين امشي بالمسطره كده. بصوا المسطره هرفعها فين؟ 20 تاني، وبعدين امشي بالمسطره تاني 20، بعدين امشي بالمسطره تاني 20،
وبعدين انا عايزة اوصل للعشرين دي لحد نهاية القسم اللي انا عاملاه، تمام؟ فانا هشتغلها كده 20 اهي، ادي العشرين النهائية اهي، تمام؟ يبقى انا كده خلصت ايه الجيبة بتاعتي. بس في نقطة، النقطة هنا اشتغلت على 20 وصبتها تطول على الناحية التانية، لما اجي اركبها هتبقى بنفس الشكل ده، ان في كسر هتتجاب من هنا ومن هنا هتتقفل عليها. ثانية واحدة اوريكم بس التصميم هيبقى عامل ازاي، تمام؟ كده انا عملتها بزوايا، نيجي بقى ونرسم الجزئية نقصها بتاعت الجيبة دي. الديل بتاع الديل مكان الكم ده بيبقى سهل جدا تركيبه، فده احنا ايه يعني عادي جدا سهل، انت بس ان انت عايزه تجيبيه اطول منه شويه. ثانيه واحده، بصي بقى طول الجيبه كله 20، يعني الطول ده لو لفيته كله هتيجي بص اهي مقاس بعضها. الطول ده ثانيه واحده نجيب مسطره، ادي اهي 20، تمام؟ ونهايتها 20، طولها كله 20. نجيب بقى اول واحده دي ونجيب التصميم بتاعنا وهتبقى كده. طيب عايزين قبل ما تبقى كده عايزين نركب لها الكسرات اللي احنا شفناها في الجيبه الاساسيه بتاعه التصميم، هنعمل الكسرات ورا بعض زي ما اتفقنا، هنعمل الكسرات ورا بعض بس هنوصلها. ثانيه واحده لما اوصلها تبقى كده اهي، تمام؟ وهنفضل ماشيين كده واحدة واحدة. وهنفضل ماشيين تاني كده اهو واحدة واحدة. انا كده كده هعمل الكسرات اللي انا عايزاها بقى، لان انا اصلا مديها الوسع الكتير، يعني مديها وسع جامد اللي انا اشتغل فيها براحتي، تمام؟ كسرات ورا بعضها كده متتالية. طيب نقيس بعد كده بقى الوسط بتاعها اهو، اما نيجي نوصله بقى الوسط هيبقى بنفس الشكل ده. تعالوا بقى نيجي نوصله ونشوف ايه دنيته هتبقى عامله ازاي. هنيجي بقى نركب الوسط مع الجيبه، تمام؟ اهو ادي يا جماعه التصميم الاولاني اهو، بصوا نفرد بس كده التصميم اهو من اوله اهو، ادي اهو التصميم، تمام؟ ادي الجزء الامامي، نفس الحكايه الجزء الخلفي. الجزء الخلفي برضو بتجيبيه تعملي له الكسرات، انا مديله الوسع. طيب انا دلوقتي يا مريم عامله الجيبه ومش مديها الوسع زيك، يعني مثلا الجيبه مثلا اهي، تمام؟ مثلا انا بقول مثلا، تمام؟ اخليها اي ورقه تانية عشان خاطر استخدمها بعد كده. بص الجيبه مثلا اهي، وعملتها بالمقاس اهو الوسط، وعايزه اديها وسع. اديها وسع ازاي؟ باترون عامليه الكلام اللي انا بقوله ده على القماش على طول، اما انت كده باترون اهو. انا عامله باترون الجيبه اهو، ده باترون الجيبه مثلا، مثلا ده باترون الجيبه. بجيب بقى كده واعمل من عند الوسط، من عند الوسط، الوسط اهو معايا الوسط اهو، تمام؟ فانا من عند الوسط كده اروح عامله كده فتحه فتحه كده واروح فتحه، مش هفتحه قوي باترون، اخليه لحد النهايه. ممكن تفتحيه قوي لو انت عندك ايه الوقت انك ترجعي تاني تلزقيه في ورقه تانية، تمام؟ في نفس الوقت لو مش عايزه التصميم يبقى يتغير بتيجي كده على ورقه تانية اهي كده وبتعملي كده من عند الوسط ده، الوسط اهو، تمام؟ ادي الوسط اهو، الكسره الاولى خدت 4 سنتي، بعمل علامه كده، ادي الاولى اهي وادي اهي كده، وهتطبق دي على بعضها، تمام؟ تيجي كده وبعدين تعمليها كده. الكسره الثانيه خدت 4 سنتي، تيجي تعملي كده اهي وبعدين تعملي كده. الكسره الثالثه هتاخد 4 سنتي، تيجي تعملي كده وبعدين تعملي كده. نفس الحكايه
لحد ما توصلي للكسرة الأخيرة. أنا كده عملت إيه بقى؟ أنا كده وصلت الكسرات بتاعتي كلها جنب بعضها. بعد ما وصلت أعمل إيه بقى؟ بروح عاملة دوران الوسط عادي بتاعي. ولو انت عايز تدي كسرات بصي انا هو كده لزقت كده، انا هدي هي كده لزقت بلزق القماشه ديت وبقصها، وبعد ما اقصها بطبق الجزئيه دي على الجزئيه دي ثانية واحدة تبقى كده. يبقى انا كده جبت الكسره الاولى تمام. مثلا بقى كده اروح جاي كده اروح جاي كده، يبقى انا كده جبت الكسره الثانيه. يبقى انا ما اتضرتش في حاجه تمام. بصي فاهم؟ بصي كده اهي الكسره الاولى، وبعدين باجي كده اهي دي الكسره الثانيه اهي، ماليش دعوه اللي في النص دي اهي، دي كده الكسره الثانيه. امشي شويه ادي الكسره الثالثه اهي. المسافات اللي ما بين دي ودي مش هشيلها، هشيل دي كسره اهي تتطبق برضو على بعض، ودي كسره تتطبق على بعض. يبقى انا كده عملت الخمس كسرات بتوعي بدوران الوسط معايا اهي سهل تمام. يعني سهله حته ان انا اعمل الكسرات عن طريقها دي. طيب وبعدين بعد ما قفلت كده الجزء الامام بعمل زيه الخلف. بعد ما حطيت الامام كده ثانية انا نجيب بس الورق لسين. بعد ما عملت الامام كده بعمل زيه الخلف، مش جيبه مقاس واحد، تعملي كده اهي تعملي الكسرات بتاعتك، تعملي كده بتعملي الكسرات بتاعتك. طبعا عشان هي على الورق منشفة، بس هي بالنسبة للقماش تبقى حلوة تمام بنفس الشكل ده. عايزين تاخد نفس الوضعية دي. طيب بالنسبه للديل بقى اللي احنا اتكلمنا عنه ده بقى هنعمله ازاي يا مريم؟ بصي الديل ده سهل قوي، انك بتيجي من عند حردة الابط هنا كده ما بتقفليهاش، بتيجي ورقه كده اهي مثلا او قماشه. ثانية واحدة وهشيل بس في السنت دلوقتي، نجيب الورقة ديت او القماشة. ثانية واحدة بصوا يا جماعة، هنجيب الورقة او القماشة وبتعمليها كده. هي عاملة كتف، هي عاملاه له كتف تمام، او عاملاه عالي عن، هي عاملاه زي الكتف ايه بسيط. فاحنا هنيجي كده لو عايزاه يبقى زي الكتف بسيط، بتيجي كده بنفس الشكل ده وبتاخدي هنا عرض الكتف، وبعدين بتنزلي على مقفول وبتقفليه هنا، بتخيطيه من هنا. وبعد ما تخيطيه من هنا بتيجي عند حردة الابط وبتخيطيه من الاتجاه التاني بتاع حردة الابط ده اهي. هنا حردة الابط اهي مرسومة تمام، ملهاش علاقة، بتسيبيها مفتوحة. بعدين بتنزلي على تحت بقى، ما بتنزلي على تحت دي بقى على حسب بقى انت عايزة تخيطيه يبقى لازق في البلوزة تمام، عايزة تسيبيه كده طاير برضو تمام، عايزة تخيطيه لازق في البلوزة يبقى من اول الوسط من اول دوران الوسط يبقى هتسيبيه ايه على طاير. فكرة الديل او الكم التركيب ده برضو وضحت ولا لا؟ بس اوضحها لك اكتر بورقه تانية عشان خاطر ايه. بصوا انا دلوقتي طول الكتف عندي كام؟ طول الكتف عندي 13.1 تمام. انا هنا واخده 13.1 وقفلت الجزئيه دي على بعض، وكده اعتمدت ان ده طول الكتف، ده الكتف عندي انا كده اعتمدت ان ده الكتف عندي. انا شلت قد ايه اصلا من التصميم؟ شلت الكتف وشلت حرده الرقبه، يبقى انا هرجع احطهم تاني مكان. ثانيه واحده اهي كده، بصوا اهي كده ده الكتف، كده دي حرده الابط اهي منخيط من هنا اهي. بص اهي كده اهي حرده الابط. ثانيه واحده تيجي دي كده اهي، وبعدين هنيجي نعمل كده، وبعدين هنعمل كده، هنكمل على تحت. الجزئيه دي هي اللي هخيطها مع ده، لو انت حابه دي تخيطيها هنا في الامام وبعدين تخيطيه في الخلف عشان تبقى ايه جالك مظبوطه كده، والكتف هنا يتخيط مع بعضه. تيجي على تحت عايزه تخيطي من عند الوسط لحد الوسط تمام، البلوزه بتاعتك او الجيبه الفستان بتاعك عايزه تخيطيه لحد الوسط تمام، يبقى هتعملي كده هتضميه ساعتها تمام بنفس ايه، هيبقى بنفس الشكل ده. وادي كده الديل اتعمل. بس طبعا انت هتعملي ايه على اطول من كده، هو ده بطرون تمام. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه معانا، يا رب يكون البطرون سهل وبسيط، ويا ريت اللي طلبته تدخل تقولي رايها فيه. سهل كده وبسيط، وهو ده الشكل النهائي المفروض للفستان، الفستان اللي احنا عملناه ده بكسرات المفروض تتعمل في الفستان اللي احنا ايه شفناه. طيب انا عملته هنا من غير كسرات، عملته جيبه نازله 8 او من الاخر كده واسعه كلوش على طول نازله واسعه.
فيها وسع جامد تمام، بس الوسط بتاعها مش فيه وسع، مديها الوسع من عند الديل بس، يعني انا عامله لها ديل دي وسع جامد، عند الوسط مش معموله وسع. تمام تمام، وادي الديل بتاعها اهو نفس الشكل برده بتاع الكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك جميل تعالى اعمل اشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو عمرك تشوفيني ومره تعرفيني. يا رب يكون فيديو فستان سهل وبسيط كده عليكي ويكون حاجه كده حلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك جميل تعالى اعمل اشتراك في القناه، ويا ريت كلنا نصلي على سيدنا النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تعليم الخاتم مريم احمد.